السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معاكم المهندس اسماعيل احمد من شركة اي تكنولوجي خدمات الكمبيوتر والانترنت. النهاردة معانا لابتوب اتش بي، لابتوب 15 دي دبليو 3000. المشكلة العميل بيقول ان الجهاز بيسخن معايا ودرجة الحرارة بتعلى وبيهنج معايا في الألعاب، فقلت له احنا هنعمل دورة تنظيف للتبريد بتاع الجهاز. فقبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، ما تنسوناش بقى في اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب. معنا اللابتوب زي ما انتم شايفين كده، تمام. هنفك المسامير بتاعته. فقبل ما نفك المسامير لازم نرفع الجلد ده كله، تمام. احنا اللابتوب ده غيرنا له فانا قبل كده، فهنرفع الجلد بتاعه ونفك المسامير، وهنفك الهيت سينك بتاع البروسيسور والمروحة، ننضفها كويس ونغير المعجون الحراري الثيرمال بيست بتاع البروسيسور. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب. قبل ما نفك المسامير هنفك الجلدة دي كلها، وبرضو الجلدة دي كمان، وهنلزقهم تاني للعميل، تمام. هنفك المسامير دي، في مسامير هنا وهنا، وهنرفع الغطا مع بعض. في كمان برضو مسمار هنا، مسمار هنا برضو لازم نفك برضو. اهم حاجة تأكدوا على المسامير كلها عشان ما تكسروش الضهر بتاع الجهاز ده، اهم حاجة، تمام. وتحفظوا اماكن المسامير فين بالظبط علشان ما فيش حاجه تضيع منكم ولا تكسروا تبوظوا الوش بتاع اللابتوب من تحت، تمام. فكنا كل المسامير، هنرفع الجهاز بالراحه جدا، هنرفع الضهر بالراحه جدا خالص عشان ما نكسرش حاجه، تمام. ونفك الرامات، ادي الرامات دي عشان ننضفها برضو بالاكاي، وادي المروحة، تمام. هننضفها برضو، فيها تراب برضو. وادي ال NVMe، وكمان يركب له هارد HDD. وادي البطارية بتاعته، هنفك البطارية عشان ما تعملش قفلة في الجهاز. مسامير برضو نشيلها برضو على جنب عشان مفيش حاجة تضيع. شيلنا البطارية خالص، حتى بص البطارية متربة ازاي، تمام. هنفك الفلاتة دي عشان نعرف نشتغل براحتنا. هنفك المروحة، هنفك المروحة ليها برضو مسامير، برضو نفكها برضو. نفك بس الفلاتات دي الأول عشان نبعد عنها، تمام. فكنا مسمار المروحة بالراحة كده، نطلعها بالراحة خالص، تمام. وادي الفلتة بتاعتها تحت اهي، فكها برضه بالراحة عشان منقطعش سلك المروحة، تمام. ادي المروحة بتاعت الجهاز دي، هننضفها كويس ونعمل لها برضه دورة التبريد بتاعتها، وننضف المظهر بورد كمان، تمام. هنفك السلم البيست بتاع التبريد بتاع اللابتوب، تمام. ده أهم حاجة برضه عشان كارت الشاشة وكده برضه، والبروسيسور لازم ده برضه يتنضف كويس. هننضفه طبعا بالبلاور، لازم تنضفه بالبلاور. وبرضه اهم حاجه برضه متنسوناش اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتحت امركم في اي وقت لو احتجتوا اي حاجه كلموني، ما يعني تليفوني موجود معاكم في الشاشه، على الشاشه برضه موجود في البايو تحت، تحت امركم في اي وقت، تمام. والمسامير برضه نفكها، نعرف مكانها فين بالظبط. كل ده برضو لازم يتفك ويتحافظ عليه برضو بالراحة خالص، متقلقش من حاجة. فكنا الثيرمال بيست بتاع الجهاز، تمام. معمول له معجون ناشف خالص، المعجون زي ما انتوا شايفين كده، تمام. ده هيتنضف. ونفك برضو ال SSD M2 عشان ننضف الجهاز بالمرة. نضفنا اللابتوب زي ما انتم شايفين بالبلاور، نضفنا الفانا كمان بالبلاور، ونضفنا كمان الهيت سينك بتاع الجهاز، تمام. ونضفنا البروسيسورات من الكولر القديمه، هنحط كولر دلوقتي جديد، نحط حته صغيره بس ما نحطش كتير. حته صغيره بس ما تكتروش، دي اهم حاجه ما فيهاش كتير، تمام. وهنقفل الهيت سينج تاني مكانه بره خالص، على عدد عدلة المسامير بتاعته،
تمام، وننزل بيه ونركب المسامير بتاعتنا. هو فيديو سهل وبسيط، انا بوريكم بس انتوا تعملوا التنظيف ازاي في البيت عندكم علشان يعني ما يكلفكوش كتير. يعني لو انت تعرف تعملها في البيت اعملها ومش هيكلفك كتير وما تقلقش يعني. وبرضو يعني لو في احترت في فك اللابتوب ولا حاجة فعايز تستفسر في حاجة كلمني ما تقلقش، او بعتلي على الواتساب او بعتلي برضو على صفحتي على الفيسبوك تحت امرك في اي وقت. اهم حاجة ان انت تتعلم وتصين حاجتك بنفسك، دي اهم حاجة عندي يعني، وحابب ان انتوا تتعلموا وتستفادوا، وان شاء الله هتتعلموا وتستفادوا من فيديوهاتنا وشروحاتنا كلها، دي اهم حاجة بالنسبة لي. وان شاء الله اشوفكم دايما كده في تقدم ونجاح. وبرضو ما تنسوناش بقى في اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب، وكمان تدوس على زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندنا وتحت امركم يعني. هنركب ال NVM بتاعنا. كل حاجة لها المسامير بتاعتها، مش عايزين ناخد مسامير البطارية مسامير حاجة تاني، دي أهم حاجة إن كل حاجة لها المسامير بتاعتها. تمام، هنركب الرامات ونفتح اللابتوب مع بعض لما نقفله. تمام، انا ركبت الرامات بتاعتي، هركب كمان الفانا. ادي مسمار الفانا بتاعنا. ده كده التركيب بتاعها، هركب الفلاتة بتاعتها في المكان بتاعها. برضه هوريكم برضه هي هي يعني طريقة تغيير الفانة برضه زي فك التركيب كده بالظبط، واللينك بتاع التغيير هيظهر لكم فوق على الشاشة من فوق. هركب البطارية بتاعتنا. هركب المسمارين بتوعها. هنقفل الظهر بتاع الجهاز. تمام، هقفل الجهاز كله دلوقتي، هركب المسامير بتاعته. بس قبل ما اقفل هجرب الجهاز، زي ما قلت لكم قبل ما اقفل لازم نجرب الجهاز، هنشغل الجهاز مع بعض ونوصل الشاحن برضو بتاعه.
الجهاز اشتغل معانا زي ما انت شايفين اهو. تمام، كان فيديو بسيط النهارده علمناكم ازاي تفكوا الجهاز وتنضفوه وتنضفوا دائرة التبريد بتاعه. تمام، اهم حاجه ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب، ولو احتجتوا اي حاجه كلموني تحت امركم في اي وقت. سلام عليكم.